بلش. صباح الخير، اليوم تاريخ 27/2/2021 موافق يوم السبت، بداية أسبوع إن شاء الله تكون سعيدة على الجميع. طبعا هاي الحالة كثير 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 أنا فرحان بها، هاي الحالة بعد 7 سنين زواج، بعد 3 محاولات أطفال جديد إجت عنا وتوفقنا معها. طبعا عندها مشاكل كثيرة، عندها ألياف كثيرة على الرحم، تليف كبير أكثر من منطقة، كان في حتى في بعض اقتراحات انه نشيل الالياف او نشيل الرحم، لكن كان هدفنا وغايتنا انه نحقق الحلم لهذه العائله الكريمه، العائله المحترمه. قدرنا احنا باذن الله تعالى من اول محاوله عندنا نجحت وتابعنا الحمل، والحمل كان بانتظام مع بدايه نور وفجر هذا اليوم السعيد. الحمد لله توفقنا وانولدت هذه البنت الحلوه الجميله لهذه العائله. عمر الام 38 سنه، بعد معاناه طويله، بعد مشاكل كثير، بعد محاولات متعدده، بعد مشاكل في الياف الرحميه، قدرنا نحقق هذا الانجاز باذن الله تعالى، طبعا كله من ربنا سبحانه وتعالى. انا بتمنى جميع الامهات انه ما يفقدوا الامل، هاي الحاله كانت كثير صعبه، ما معهم يقولوا لا، ان شاء الله دائما تنجح ونحن راح نحاول ونحاول ونحاول. انا سعيد جدا لان بدايه الاسبوع بدات بدايه سعيده، وانا بشكر جميع الطواقم اللي ساعدتنا في هذه الحاله قدرنا نحقق انجاز منيح كثير، وبشكر ربنا وبشكر الجميع. بعد 7 سنين